احمد محمد حسنين، محاسب قانون. والله ارتباطي جه بالنادي، انا من اول تقريبا من اول ما اتولدت وانا عضو في النادي عن طريق والدي، اعضاء في النادي من الثمانينات. بدايه ارتباطي بالنادي نفسه من اول سن 5 سنين، ابتديت اجي النادي اتمرن سباحه، وكنت طبعا في الصيف على طول التردد على النادي وبصفه يعني شبه يوميه. ابتديت النادي ده بحس ان هو بعد بيتي ومدرستي، لا النادي جزء من حياتي، بياخد جزء كبير من الوقت بتاعي. ابتديت بعد كده امارس انشطه تانية في النادي بعد السباحه في سن معين، ابتديت العب هاندبول من سن 8 سنين لحد 10 سنين. بس بعد كده ابتدى طبعا كان عندي في البيت التوجه اكتر للدراسه والاهتمام بيها وكده، بس ده ما قطعش ان احنا موجودين في النادي على طول بصفه مستمره، سواء ان احنا بنبقى موجودين في النادي الالعاب ممارسه الانشطه عن طريق الهوايه، مش شرط ان انا باجي العب حاجه معينه، لكن الارتباط فضل موجود ولحد النهارده انا موجود في النادي الاهلي وارتباطي بيه ما قلش لحظه، بالعكس بيزيد كل شويه. طبعا كغالبيه اعضاء النادي وجمهور النادي الاهلي هي كره نمره واحد، اللي بتبتدي حاجه اللي بتبتدي تجذبها. وانا كان من هواياتي وضمن مارست الكوره شويه في فتره برضو، بس على مستوى مدرسه الكوره ومستوى الناشئين فتره لحد سن 13 سنه، بس بعد كده وقفت وابتديت اكمل. بس طول عمري بحب الكوره، هي يمكن الحاجه اللي شدتني اكتر. لاني من سن تقريبا 7 أو 8 سنين دي اول مره رحت فيها الاستاد مع والدي، ودي يمكن البدايه اللي خلتني اشوف فريق الكوره. الكلام طبعا كان في التسعينات، جيل كابتن حسام حسن، كابتن علاء ميهوب، الناس كابتن هادي خشبه، كانت البدايات جيل التسعينات اللي كان سيطر في الفتره حوالي 7 دوري ورا بعض خدناهم. ويمكن الفتره دي هي الفتره الذهبيه بالنسبه لي اللي خلتني احب الكوره، احب النادي ده اكتر، ارتبط اكتر باسم النادي، واعرف قد ايه النادي ده عظيم، قد ايه النادي ده يعني شرف ان احنا نبقى منتمين ليه. وعلى الارض وليد صلاح الدين وفلاعب هشام حلبي، سقطها طويله لحسام، حسام جوه، جول حسام حسن ومعاه راغب زهران، دي حلوه، هو الجول، حسام الجول. يوم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هنا كان كابتن صالح سليم، كان ساعتها كان عبد الصالح الوحش كان هو رئيس النادي، واتعمل جمعيه غير عاديه وجه ساعتها كابتن صالح سليم. فبدات كان والدي كان موجود في النادي، ابتديت اشوف كابتن صالح سليم ناس شايلاه داخله بيه النادي بتهتف باسمه. طبعا كل ده خلاني اسال هو مين ده؟ مين الراجل اللي الناس كلها بتحبه وبتقدره وشايلاه فوق راسها كده؟ فبديت اعرف مين صالح سليم. ساعتها بقى ابتديت اعرف كابتن صالح سليم، اعرف كنا بنيجي دايما الاقي لعيبه الكوره موجوده، كابتن محمود الخطيب، كابتن زكريا ناصف، كابتن زيزو، شوفهم قاعدين في النادي. كان والدي ياخدني ونروح نسلم عليهم، كان يقول لي ده كان نجم الفرقه في وقت معين. ابتديت بعد كده اشوف تاريخ النادي واعرف الناس دي عملت ايه للنادي، وابتديت اتعلم منهم، ده هم قدوتي في النادي الاهلي. ابتدى يظهر لي فعلا زي ما بنقول كده القدوه والمثال اللي انت تبقى عايز تمشي عليه. لقيت في الناس دي القدوه اللي انا اقدر استمد منها النادي ده قد ايه كان تاريخه عظيم وقد ايه واصل اللي هو فيه دلوقتي عن طريق الناس الاجيال اللي بتسلم بعضها. طاهر الشيخ، خالد جد الله، طاهر الشيخ، هو جول، لعب الكره حلوه، الجول الاولاني للنادي الاهلي. دي كانت يعني طموح شخصي ليا ان الواحد يحاول يقدم حاجه للنادي ده، ودي لقيناها في الفتره الاخيره موجوده في النادي الاهلي، ان الشباب بقى ليهم دور كبير جدا جوه النادي،
عن طريق لجان مختلفة، عن طريق المشاركات في الإيفنتس اللي بتتعمل في النادي، البطولات اللي موجودة في النادي. ودي يمكن حاجة اتشرفت ان انا ابقى موجود فيها او مشارك فيها بشكل كبير خلال السنتين اللي فاتوا. والحمد لله يعني كانت كل الإيفنتس اللي تمت طلعت بشكل لائق، الشكل اللي بليق بالنادي الأهلي. عارفين النادي الأهلي دايما في التنظيم دايما بنبقى احنا القدوة، دايما احنا نمرة واحد، الناس بتبص لنا وتعمل زينا. فدايما بنبقى محتاجين ان احنا اي ايفنتس يبقى هو احسن حاجة اتعملت في الوقت ده. فكل البطولات وكل الايفنتس اللي كانت تمت في النادي الفترة اللي فاتت والواحد شارك فيها اتعلم فيها حاجات كتير جدا من العمل العام. اتعلم يعني ايه تشتغل بحب وقلب للنادي من غير ما انت مستني اي حاجة، بالعكس هو النادي الاهلي دايما هو اللي بيضيف لك، ودايما ارتباطك بيه هو اللي بيضيف للشخص مهما كان القيمة اللي بيضيفها الشخص ده للكيان. ولكن الكيان النادي الاهلي هو القيمة الاكبر، وهو اللي احنا كلنا بنحس فعلا بالسعادة الحقيقية وانت بتشتغل حاجة لناديك بكل حب وكل إخلاص، وتلاقي زيك كتير. ودي الحاجة الحلوة والحاجة اللي حسيتها الروح الجميلة جدا في وسط الناس اللي شغالة. عيلة الأهلي بالنسبة لي هي كانت، هي مش كلمة يعني، عيلة الأهلي هي روح ومبادئ وترابط ما بين أسرة النادي الأهلي كلها، سواء أعمار سنية مختلفة، سواء كبار أو شباب أو أطفال صغيرين. ودي يمكن حاجة بنشوفها في النادي قد إيه دلوقتي في إيفنتس كتيرة جدا بتجمع، يعني بيبقى في يوم للطفل بنلاقي جميع أطفال جميع الأعمار السنية موجودة، من سواء كبار أو شباب أو أطفال صغيرين موجودين لإيفنت للأطفال. حتى كل الإيفنتس الرياضية الناس كلها بتشارك، كله بيحب، حتى اللي بيجي الطفل اللي بيجي يشارك مع أخوه ومع والده ومع جده بيجي يتفرج عليه. عيلة الأهلي بتمنى، وده الحاجة اللي أنا متأكد منها، هو تمني إن هي تفضل بنفس الترابط، بنفس القلب، بنفس الروح اللي كل حد بيشتغل فيها أو بيشارك فيها، علشان اسم النادي هو رقم واحد، الأهلي فوق الجميع، ده شعارنا كلنا، كله حط قدام عينه. وطول ما هو موجود في النادي الأهلي وطول ما احنا بنحافظ عليه هيفضل النادي الأهلي هو عائلتنا وهو رقم واحد. تامر محسن عبد الرسول، سني 30 سنة، شغال موظف بنك. هو الموضوع ان انا اتولدت لقيت والدي بصفة تطوعية شغال في النادي، كان بيخلص، هو كان موظف حكومي، كان بيخلص شغله تقريبا الساعة 2 او 3 زي اي موظف حكومي، ومنها دايركت على النادي الاهلي. كان وقت ما النادي بيحتاجه بيكون موجود اي مكان، هو لا بيخدم هنا هيخدم، هيخدم في حتة تانية بيخدم طالما جوه النادي. لما كبرت شوية لقيت نفسي بقلد ده، ممكن اكون مش بصورة وعي كامل انا بعمل ده ليه، بس كنت بعمل ده بصفة او باخرى، مش بصفة دايما، مش موجود في لجنة او حاجة. لما كبرت اكبر اكتر شوية فهمت ان انا لما اشتغل في حاجة كده جوه النادي الاهلي انا بخدم اخويا واختي ووالدي ووالدتي، باختصار عيلة الاهلي، هو ده مفهوم عيلة الاهلي بالنسبة لي. هو ارتباطي في الاول كان عن طريق والدي، يعني انا ارتبطت بصفة اولية كان عن طريق والدي. فيما بعد الموضوع جه كورة، فيما بعد كورة من النادي الاهلي، فيما بعد عائلة النادي الاهلي. كل فترة بشوف حاجة جديدة في النادي الاهلي، ومش عارف، انا حاسس ان انا وانا عندي 40 و50 و60 سنة هلاقي حاجات جديدة تحببني في النادي الاهلي. انا مش يعني انا متأكد من ده، لان انا كل سنة او سنتين بكتشف حاجة جديدة في النادي الاهلي خليني احب النادي الاهلي. ابتديت العمل التطوعي في النادي الاهلي برضو كان نفس مفهوم عائلة الاهلي، بس بصفة اوسع شوية، بصفة ان انا اخدم جمهور النادي الاهلي. يمكن كان اشتغلت في كذا حاجة في موضوع بطولات الافريقيا اللي الاهلي نظمها، بس اكتر حاجة انا كنت شايف نفسي فيها هي كان خدمة جماهير النادي الاهلي في دخولهم وخروجهم، ان شاء الله توفر لهم المية اللي بيشربوها. بعد كده اكتسبت خبرات
عن طريق الشغل في بطولات النادي الاهلي، واشتغلت في كذا حاجه منها الماركتنج ومنها الميديا، اشتغلت في كذا حاجه. فلما قدمت في كمتطوع برضو في كاس الامم الافريقيه 2019 كان السي في بتاعي كويس جدا، اهلني ان انا اقدر يكون ليا دور جوه البطوله بتاعه افريقيا. حرفيا انا بقالي 30 سنه في النادي، عمري ما شفت شباب النادي الاهلي في فئات عمريه مختلفه بيجي النادي وبيعمل انشطه كلها تطوعيه، عمري ما شفتها قد الفتره دي. اكبر حاجه ممكن تكون موجوده 10 15 شاب، دلوقتي احنا بنشوف مئات الشباب، ويمكن في تطلع كمان ان كل شباب النادي يشارك، ما يبقاش مقتصره على عدد معين 50 ولا 100 ولا 200، ما شاء الله العدد كبير جدا. نفسنا ان شباب النادي كله يشارك، هو ده هدفنا. كابتن الله يرحمه صالح سليم، هو غير ان انا والدي هو كان صديق للوالد، وكان كل ربع ساعه بيحكي لي ميزه من مميزاته، بس في حاجات انا يمكن ما عصرتوش بس شفتها بعيني. اول حاجه مبادئ النادي الاهلي اللي منها الاهلي فوق الجميع، ده مبدا اصيل من مبادئ النادي الاهلي، ان مصلحه النادي الاهلي فوق اي مصلحه شخصيه. في عز الازمه كله بيتخلى عن اي حاجه ليه وبيفكر في مصلحه النادي الاهلي. انا عايز اقول ان الكلام اللي انا بقوله لو لقيته معقول نفذه، لو لقيته مش معقول ما تنفذوش، انما لو لقيت كلامي معقول انا عاوز مصلحتك انت، انا مش عايز مصلحتك انت كفرد، انا عايز مصلحه النادي. انا بقول لك علشان مصلحه النادي. اهم ذكرياتي مع الاهلي هي كان ماتش نهائي الكونفدراليه وجون عماد متعب بعد الدقيقه 90، الجوان طبعا اللي احنا الاهلاويه كلنا متعودين عليها، بس احنا كنا كجماهير قاعدين في مكاننا في الدرجه الثالثه شمال، كلنا متاكدين الاهلي هيجيب جون دقيقه 80 85 89 90، احنا متاكدين الاهلي هيجيب جون، ما عندناش شك في ده. حتى طريقه احتفالنا مش احتفال باستغراب، لا احنا احتفلنا ان احنا خلاص حققنا البطوله واللي احنا كنا بنفكر فيه فعلا نتحقق، مش استغراب ان احنا ازاي جبنا جون في الدقيقه 90، هو ده العادي بتاع النادي الاهلي. فدي طبعا حاجه عمري ما انسى فرحتها. لو لسه سليمان الباصه جميله، محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله، راسيه عيله الاهلي هي مفتوحه لجميع اعضاء النادي الاهلي مش لحد معين، واكبر دليل على ده ان احنا عندنا الشباب اللي في المدارس، الشباب اللي في الجامعات، الشباب المتخرج، الشباب اللي شغال في بنوك، اللي شغال محاسبين، اللي شغال كل حاجه. فمفهوم عيله الاهلي هو زي ما قلت لك في الاول، هو مش سن معين ومش تايتل معين، مش اي حاجه معينه، هو زي ما قلت لك هو اللي زي صاحبي وزي والدي وزي والدتي، هو اعضاء النادي الاهلي، هو ملك الاعضاء النادي الاهلي. بوجههم رسالة إن إحنا عايزين نفضل على الطريق اللي إحنا ماشيين فيه اللي هو مبادئ النادي الأهلي، إن النادي الأهلي مصلحته فوق مصلحة الجميع، هو ده اللي بالفعل عيلة الأهلي بتطبقه وأعضاء النادي بتطبقه، بس إحنا عايزين نفضل على العهد ده. وإحنا أو عيلة الأهلي جزء أصيل من النادي الأهلي، جزء لا يتجزأ.